وفي حضن الجبل ومن المعبد الجنائزي للملكة حتشبسوت اللي جسدت فكرة تمكين المرأة من قديم الأزل. بنرحب بيكم جميعاً في مدينة الأقصر، المدينة اللي سبقت الزمن وفضلت لحد يومنا ده شهدة على عبقرية المصري. من معبد مدينة هابو اللي بيجمع بين القداسة الروحية والانتصارات، بنرحب بيكم جميعاً في الأقصر، أرض الأمجاد وأرض عظمة المصريين القدماء. بنرحب بيكم النهاردة في هذا الحدث الفريد من قلب مدينة الأقصر وبتشريف فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة حرمة. من البر الغربي لنهر النيل العظيم، ومن المكان اللي اكتشفوا فيه أكتر الملوك شهرة توت عنخ أبو وجميع كنوزه اللي من الذهب الخالص، من وادي الملوك المبهر وسط هيبة وقداسة مقابر ملوك وملكات المصريين القدماء. بلمحة من أجواء تاريخنا الخالد، بنرحب بيكم جميعاً في الأقصر مدينة الكنوز. مصر دايماً كانت منارة السلام للعالم. افتتاح متحف الأقصر في سنة 1975 كان رمز ودعوة لنهاية الحروب وبداية عهد السلام. بنرحب بكم جميعاً في الأقصر وبنبعت لكم رسالة حب من أرض الحضارة والسلام. مش هنكون بنبالغ لما نقول إن كل شبر في مصر في كنوز وآثار، لأن مصر بلد الحضارة والتاريخ. بنرحب بيكم في مدينة الأقصر، أرض الملوك والسحر والجمال. من نفس الطريق المواكب الكبرى، طريق الكباش، ومن على جوانب البحيرة المقدسة، أشهر بحيرة على الإطلاق، بنوصل لمجمع معابد الكرنك بكل ما فيه من قداسة وغموض ثروات أجدادنا المصريين القدماء. بنرحب بيكم جميعاً في الأقصر، مدينة التاريخ اللي بينبض بحضارتنا الخالدة. من هنا من معبد الأقصر نبدأ الاحتفال. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، والسيدة حرمه، السادة ضيوف مصر الكرام، السيدات والسادة الحضور الكريم، شرف كبير أني أرحب بحضراتكم النهاردة في احتفالية فريدة من نوعها، حدث مهم مش بس لينا كمصريين لكنه مهم لكل عشاء الحضارة المصرية في كل بلاد العالم، واللي أنظرهم النهاردة متجهة إلى صعيد مصر وتحديداً مدينة الأقصر، مدينة المئة باب طيبة. الاحتفال النهاردة فيه عروض كثيرة ومتنوعة، بينتهي بعرض مستوحى من عيد الأوبت من خلال موكب بيتحرك من معابد الكرنك حتى يصل إلى معبد الأقصر. وإحنا بنتكلم عن مدينة الأقصر فهي حرفياً أكبر متحف مكشوف، بيضم أكبر تجمع للأثار في مكان واحد حول العالم. سميت بالأقصر لكثرة معابدها وقصورها، أثار تحدث الزمن وشاهدة على مكانة وقوة من بناها. وكأن هذه الأعمدة الشاهقة بتقول إن المصريين قادرين يبنوا مجد وحضارة تطول السماء. أثار رسخت مكانة مصر التاريخية وصنعت سحرها وجمالها، ألهمتنا النهاردة كمصريين إننا نبني ونطور، نبني دولة قوية، جمهورية جديدة تواكب العصر وتوفر لأبنائها حياة كريمة. من حقنا النهاردة نحتفل بكل هذه الإنجازات ونتباهى أمام العالم بجمال وحلاوة بلدنا، لأن حقيقي بلدنا جميلة